السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 7,720,727 سهم بقيمة إجمالية قدرها 1,265,512 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 197 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 32 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذه الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات. أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول، وجاء في المركز الثاني مصرف السلامة.